إن كبدن صدح كوني الشام بقول وقويس ويسوق جرا بركع يقار كسول لابطي حريها قحوتيغ دالك كينيا ياكو دايعان كامامكا كويا لا دقمدا دوبليا قبلكا جبضه سي دادكان وين توضا بدن اي سامي سي عباريه دالكا وحيي اللي يي كواسو دقمدا دوبليا قبلكا جبضه سي نرولو سور راد سيدي أدباحي اللي لغو قد جيرو دايتان كاروبابكا قوغا ayaa dadkani ka cabanayaan hooy la'aan iyo dhamaan waxyaabihii ay bini'aadamku u baahnaayeen oo dhan sidoo kale waxaa uu sii dheer bisha barakeysan ee Ramadaanka waxaa jira in badan oo ka mid ah qoysaskaas aan awoodin waxay ku suxurtaan ama ku afuraan waa kuna ayagoo ka hadlaya xaaladda ay ku jiraan dadka xaafadaha maxay hayaan gaajin way jirtaa musqul la'aan wayna haysaa gaajin aad far badan dad u haysa shaqo la'aan way jirtaa xilli waxa lagu jira roobeed baa lagu jira dabcan in guriyo dabiicda roobka iyo dhaxanta kaneecada idinka difaacana ma haysataan xaruur aad u tira badan iyo dumar inta waad ka koobantiin bal ka waran xaaladiina sidee hoose shandar walaan iyo bac la'aan guriyaha dhaxanta ilmaha waa loo hoboogay malaha marka dadkana maxaa waa dadka barkiisa joodar ma qabaan هذا ما حد عطسن له هيدين هيدا هسمة فلكا ما حد كعطسن له هيدين ياه مسخوش عشان ترى ولا أنت منتظر أوله وعلقوت إيه ما نكون دي ودي ما هيشان أديات يا هيدا هدوك حافظ عن دين السوق يعني مو مسوى هذا أنا فهمت اللي جيش يقفع هدي هيدا يا دولة حافظ عن السوق يعني مو مسوى حافظ عن من الأهل كرمال أهلك وهذا أركا سوائلك مقارك أهلك ومي أقلك وهي قبر روتا أهلك مقارك ذا مي حافظا هدين لسو قارين أدوك هدين لسو قارين حافظا لمسوا توتاسوا مدى كذا حل الروبة ذا لقاري وهي الوجر من بعي من بعيه بعد وقت خلاص وقول ماش وراح ذي بعد ماش وراح ذي بعد ماش هذه وهم بحرنا هاي با وهم بحرنا هاي سندرو وهم بحرنا هاي مسؤول وهم بحرنا هاي راشين هذا أوليدنا حافظ هذا أوليدته دين عاكلة توقد دنگ مدى دوبلي حسن عبد حاشي ايا دمان ها يداها كشاق ايا دنگ مدى دوبلي اغو باقاي ان داد كان قرم دك دقا للسو قارو باهي نوع كستا عاكو چرد مساكين او اغونا عاكو چرد اوين قربوان اي رقاي سن داد دقوشن عاكو چرد يعني برشاد وقابي هدي اغلا مباكا قوان تاي باهي دلو وانا عورما مركا هيدا سوافالكا ee ka hor galay deegaanka dhoobley waxaan amreynaa in dadka hoos loo fiiriyo oo la galo oo muhay laga shaqeeyo baahidooda wixii loo qaban karo loo qabto waxa kale inta dheer oo degmada ka jira dad xoolo ka dhamaadeen oo ku barakacnuma deegaanka gudihiisa oo loo yaqaan host community oo xaafadaha ku duulnaan oo dadka iyagana xoolo isku haya iyaguna aan dadka xoolo ka sukoynin xagga baahida عبد النور حي حاش جبلان تي في دقمة الدوبلي.